والله البلم يطول يومين ثلاث ايام مال الماكينه، بس مال الجذف لا يطول يوم واحد بس على مود المعجون، لي ثاني يوم يخلص. زين، وش قد سعر هذا تكمله؟ هذا ب 600 مال الماكينه، اكو حسب الحجم يعني، اكو ب 400 واكو 300 اقل شيء. زين، ايش قد صار لك بهاي الصناعه؟ والله من 99. نرجع للسؤال الاخ، الجماعه المحلات ليش ما رجعوا؟ قبل كان يمكنكم محلات بهالمكان هذا يسوون ابلام. ايه ما رجعوا لان مكاناتهم كلها مدمره، لحد ما شالوا الانقاذ. الانقاذ لحد ما شالوا وما يقدرون يرجعون، يعني اذا يجي واحد يعمر باكر عقبه يجي جيرانه يشيل الانقاذ يوقع المحل ماله. يعني ما خربطه صارت. واحد وقع على الاخر يعني. بس انت رجعت ها؟ بس انا الوحيد من جماعه الابلام رجعت هنا. كم واحد كانوا وكم محل كان يسوون ابلام؟ تقريبا خمسه سته يشتغلون هنا فوق، هذاك كان فوق وقعد هيثم الرصايح، هذا هنا هيثم خوش دقق ابلام. هسه هم وينهم؟ هم بذاك الجانب يبيعون شبش، يبيعون زوا مكاين. عافوا الصنعه؟ لا ما عافوها. يعني نحن ابنا عن جد بيها. وهي المنطقه الميدان هي يعني صنف مال بلامه والسميكين واهل الشباج، هي منطقه صنف خاص بها. بس انتم رجعتوا له اكو كان معاكم مثلا ناس اخرين؟ ما حد رجع، بس نحن هوني. وهاي اللي يبيعون سمك رجعوا، بس اهل البلام والشبج ما رجعوا. ليش؟ محلاتهم واقعه وما رجعوا عليها. هذا مصرف امكانيه واجروا بذاك الجنب. بالفيصلي وبالنبيون.